تتكامل الجهود الوطنية لتعزيز الحركة السياحية باعتبارها من بين روافد الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تأتي جهود الإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومن بينها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة لأمن المنافذ، والتي تعمل وفق خطط موضوعة مسبقا على أداء مهمها في مجال استقبال السياح وتأمين زياراتهم في مملكة البحرين. تعمل مملكة البحرين على أن تكون وجهة سياحية مثالية بفضل ما تتمتع به من إمكانات وانفتاح واسع على العالم وتعايش شعبها، وهو ما يفسر توافد البواخر السياحية على البلاد والاستقبال المتميز لهذا الموسم ضمن جهود وطنية متكاملة لدعم الحركة السياحية والاقتصادية. موسم السفن السياحية يبتدي من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل. نستقبل فيه السفن السياحية اللي تينا من عدة مناطق موجودة في دول الخليج. طبعا إجراءاتنا اللي نتخذها احنا هي الإجراءات العادية اللي نتخذها في كل سنة، اللي هي الحفاظ على الأمن والحفاظ على سلامة المسافرين وسلامة العاملين في الميناء، اللي هي نكثف فيها التواجد الأمني في المنطقة، نكثف فيها الدوريات، نكثف فيها الاحترازات الأمنية الخاصة فينا كمديرية شرطة الموانئ البحرية. وهذا الشيء يعني احنا نقوم فيه طبعا علشان يعني نحافظ على أمن المسافرين هاي بالدرجة الأولى، وعلى أمن السفن والباصات، والأمور كلها ماشية حسب التصور اللي احنا متصورينه والجهود اللي احنا نتخذها. طبعا وضعنا خطة عمل لهالمشروع. البواخر السياحية مثل ما تعرفونه من سنين تين نحن كل سنة طبعا نقدم جهود وتسهيلات لجميع البواخر السياحية والمسافرين. بدون شك احنا في البواخر السياحية جميع الموظفين تدربوا تدريب خاص لتسهيل إجراءات الدخول وخروج المسافرين. طبعا احنا عندنا شراكة في المؤسسة هذه، عندنا شؤون الجمارك طبعا ويانا، عندنا شرطة المنافذ، عندنا السياحة ويانا. دائما احنا في اجتماعات مكثفة لإنجاح البواخر السياحية. تقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات المسافرين عبر المنافذ مسألة أساسية ضمن منظومة استقبال الأفواج السياحية القادمة عن طريق البواخر السياحية، حيث تعمل مديرية شرطة الموانئ البحرية على تأمين مبنى المسافرين والمرافق المحيطة به، وتتكفل بتقديم جميع المساعدات اللازمة للسياح. وبالتوازي مع هذه الخدمات تقوم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة باستقبال السياح وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لهم. عند خروجي من السفينة كان هناك أناس موجودون لاستقبالنا وهم في قمة الاحترام، وتناولت ضيافة البحرينية. رأيت الأمن أيضا كان ممتازا، لا توجد مشاكل، وهذا شيء جميل للسياح والبلاد. لقد رأيت من بعيد هذه المحطة وأنا على سطح السفينة، وكانت جميلة للغاية. أنا قادم من الاستقبال الآن. جميع الإجراءات كانت جدا سريعة. الناس هنا جدا طيبون. يوجد أيضا أسواق جميلة. أما البحرين فبالنسبة لي بيتي الثاني. أنا قادم من أمان. الجميع يعلم أن البحرين مشهورة في سباق الفورمولا 1، وأنا كذلك عرفت البحرين من هذا السباق. أشعر بالأمان هنا ومتحمس لأرى مناطق البحرين، وأنا سعيد لأنني متواجد في البحرين. نحن هنا في البحرين، هذه البلد جميلة جدا، والسوق أيضا وكذلك البحر، لا نشعر بالخطر هنا. الناس هنا طيبون جدا، شيء جميل أننا هنا. وتتم هذه العملية التنظيمية في إطار شراكة فاعلة تجمع جمارك المنافذ البحرية والإدارة العامة للمرور من أجل تسهيل دخول وخروج المسافرين والسياح.